معي عبر الهاتف من جدة خلدون سعيد الخبير في تقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك سيد خلدون. خسرت مايكروسوفت موقعها أمام العمالقة. والله في الحقيقة أنا ما بعتبرها خسارة. مايكروسوفت تخلصت في آخر بضع سنوات من الثقل أو الوزن الزائد اللي كان عندها، وخصوصا نظام التشغيل على الهواتف الجوالة وصناعتها للهواتف اللي ما لاقت تقبل كبير بين الناس. تخلصت من كثير من البرامج اللي كانت لا تلزمها. الآن مايكروسوفت في آخر 4 سنوات هي في مرحلة إعادة تشكيل الشركة، وهي أكثر نجاحا من السابق ودليل نتائج المالية. قد تكون مايكروسوفت تطرح منتجات متميزة مثل هواتف الجوال والأجهزة اللوحية مثل منافسيها، ولكن مايكروسوفت في الواقع الجميع يستخدم برامجها، وهذا هو المحور الرئيسي اللي مايكروسوفت تشتغل عليه. الآن ممكن على أي هاتف جوال، سواء كان آيفون ولا يشتغل نظام التشغيل أندرويد أو أي جهاز لوحي، أشغل على وثيقة وأتوقف عن الشغل في هذه اللحظة وأروح لجهاز ثاني على نظام تشغيل مختلف، أكمل الشغل على نفس الوثيقة سواء كانت وورد أو إكسل أو باوربوينت، وأرجع للكمبيوتر أكمل فيها. الآن مايكروسوفت صار ويندوز، هي ما بتحاول تجيب كل البرامج إلى ويندوز، صار ده تتعايش البرامج إلى جانب ويندوز. فالهدف هو مصلحة المستخدم صار في النهاية، وهذا الشيء يحتاج إلى بعض الوقت. قد تكون مايكروسوفت قد تخلت عن حب الظهور والإعلام لصالح الوظيفة، وهذا هو الحل اللي بتمر فيه الشركة. بالضبط سيد خلدون، يعني مايكروسوفت تهتم لهذا الموضوع خاصة بأنه وضع المالي جيد جدا، هي مهتمة أو هذه هي استراتيجيتها وليست بموضع أن تنافس، يعني ليس من هدفها أن تنافس أبل وغيرها من حيث التقنيات والتطبيقات الجديدة، يعني هي لديها استراتيجية مختلفة خاصة بأنه كلنا بعدنا مثل ما قلت عم نستخدم طبعا كل منتجات الويندوز الإنترنت إكسبلورر وغيرها تبع مايكروسوفت. صحيح، يعني الآن مايكروسوفت ممكن نعتبرها إحنا ليست آبل، ولكن هي مثل شركة آي بي إم. شركة آي بي إم من كبرى شركات التقنيات العملاقة، ولكن من ناحية الصورة الذهنية للمستخدمين ما بيشوفوا شركة آي بي إم تمثل روحهم، ولكن آي بي إم هي عصب أساسي لجميع مراكز البيانات والخدمات. كمثال مايكروسوفت حاليا هي بتركز على بعض المحاور إلى جانب ويندوز مثل الذكاء الاصطناعي، الحاسوبة الذكية، الحاسوبة السحرية الذكية، واستخدام متصفح الانترنت عن طريق الذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت الان عم تقدم اجهزه درون، الطائرات الصغيره من دون طيار تقدر تطير، يستخدموها مثلا على خطوط انابيب المياه او خطوط الانابيب الحيويه مثل النفط. الطائره هذه قادره على تصوير الانبوب وتحديد نقطه الخلل اللي فيه من غير ما ترجع لاي جهاز اساسي في الشركه. في داخلها وحده كامله بتحلل هذه المعلومات وبتتخذ القرار الصحيح، وإذا الأدوات البسيطة الموجودة بهذه الطيارة ممكن تصلح العطل فورا أو تبعث رسالة إلى مركز البيانات لإصلاح المشكلة فورا. طيب بي كان علامات موجود، تفضلي. كان في علامات استفهام كثيرة أو اعتبرت نقاط ضعف بالمؤتمر الأخير لمايكروسوفت، منها اللغة البرمجية الصعبة، كان في علامات استفهام كثيرة عليها، وأنه كان في مداخلات لمبرمجين اتسمت بالتعقيد. من وجهة نظر مايكروسوفت هل هذه تعتبر نقطة ضعف أم بما أنه تركيزها على الشركات والمؤسسات هذا بطبيعة عمله؟ احنا لازم ننظر للسياق اللي مايكروسوفت عم تتحدث فيه. مؤتمر بيلد هو مؤتمر المبرمجين والمطورين، الهدف منه هو التحدث بلغة المبرمجين والمطورين وليس بلغة التسويق. فهذا المؤتمر اللغة اللي تكلموا فيها مناسبة للجمهور قد لا تكون مناسبة لأغلبية الناس اللي بدور على أحدث هاتف جوال أو الجهاز اللي فيه كاميرتين أو 3 كاميرات أو بده جهاز لوحي بلوحة مفاتيح. فهذا يبرر. طيب بالنسبة لمايكروسوفت، بس لأن دهمنا الوقت سيد خلدون، استفسار آخر من ضمن نقاط الضعف اللي اعتبرها البعض اللي هي بتقرير تيليغراف البريطانية، الحديث عن مشروع مشترك مع أمازون، بالنسبة لهم هذا يدل على ضعف المرحلة التي وصلت لها من أجل شراكات المفروض هي بالعادة تكون منافسة مش طلب شراكة. أيضا بالنسبة لمايكروسوفت هذه الخطوة كيف تسميها؟ نعم، إذا ننظر الموضوع من معرفة مايكروسوفت لآخر 40 سنة، نعم هي نقطة ضعف، ولكن مع مايكروسوفت الجديدة اللي تخلت عن جميع المفاهيم السابقة هو مفهوم جديد علينا نحن كمستخدمين ننظر مايكروسوفت مع منافسيها. كمثال مايكروسوفت من سنتين طلعت على مسرح ابل وتكلموا عن اطلاق الويندوز، عفوا اطلاق الاوفيس
على الايفون. هذا شيء كان من سبع المستحيلات انه مايكروسوفت وابل يجتمعوا على مسرح واحد. الان مايكروسوفت هي روح جديده لهم داخليا، عم يتعاونوا مع المنافسين. تعاون مايكروسوفت مع امازون يقدم قدره مشتركه للشركتين لا تستطيع شركه واحده منهم تخدمه بنفسها، فهم ضاعفوا جهودهم للخدمه الاكبر. ولكن نحن كمستخدمين متعودين 40 سنه على صوره نمطيه معينه لشركه نعتبرها ديناصور ثقيله في التحرك، الان صارت شركه مختلفه تماما، توجهها برمجي اكثر منه بيع الاجهزه الملفته للنظر. انا اشكرك جزيلا عبر الهاتف، كنت معنا من جده. سيد خلدون سعيد الخبير في تقنيه المعلومات، شكرا.